مشاهدينا اليوم نهار الأحد 18 أب أغسطس 2013. السيدة فيروز غنت يمكن بكل الأيام الحزينة، يمكن أوقات منفكر بأغاني للسيدة فيروز اللي غنت للوطن وغنت للبنان الحبيب، غنت بتطلج الدنيا بتشمس الدنيا ويا لبنان بحبك تتخلص الدنيا. قلتها وبرجع بقولها، ما قالت تيخلص لبنان، قالت تتخلص الدنيا، وقالت له بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك وبجنونك بحبك وكيف ما كنت بحبك. يا ريت نحن دائما بنفكر كل ما بنكون برات لبنان، لما بنقول انا بس لبناني، ما بنقول انا من المنطقه الفلانيه او من هالبلد الفلاني يمكن اللي بس بيتعددوا فيه طوائف او بيتعددوا فيه المذاهب، يا ريت نظهر من منطقتنا، نظهر من شارعنا، نظهر من مذهبنا، نظهر من طائفتنا ايضا، بنفكر دائما انا لبناني او انا لبنانيه، ودائما بنفكر كمان هذا الشيء داخل لبنان، وبنقول انا بنتمي وانا فخور انه بنتمي لهالوطن الحبيب، هالوطن الحلو اللي هو لبنان. كمان بهالظرف الصعب جدا لازم دائما نفكر انه الجرح واحد، الجرح بيجمعنا كلنا، ولما يكون الجرح بيجمعنا كلنا لازم كلنا نتعالى على جروحنا، كلنا نقوى على جراحنا، وكلنا اكيد نتغلب على الصعاب الكبيره اللي عم يمرق فيها الوطن لبنان، ودائما نقول نحن رح نكون بكره اقوى، بكره رح نكون اكيد افضل. واليوم باسمي وباسم كل اسره التلفزيون مستقبل واسره عالم الصباح بالتحديد بتوجه باحر التعازي لكل اهالي الضحايا، واتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى ولكل الاشخاص اللي تاذوا وانجرحوا بخلال الانفجار الارهابي اللي صار من يومين، وايضا بدي اقول اكيد متمنى العوده السريعه لكل الاشخاص اللي تهجروا من بيوتهم واضطروا يتركوهم لاسباب قاهره واكيد خارجه عن ارادتهم. اكيد بنقول ان شاء الله الله يحمي لبنان، وان شاء الله الايام اللي جايه بتكون افضل، لانه دائما بنقول هذا الشيء، واذا ما قلنا هالشيء ما بنكون نحن لبنانيين وما بيكون عندنا قوه اراده الحياه اللي نحن متمتع فيها، ولهالسبب دائما بنقوله اللبناني عنده سحر مش موجود ولا ببلد تاني. اليوم الشيف فيصل وانا رح نتابع معكم بعالم صباح لغايه الساعه 1 بتوقيت بيروت. صباح الخير شيف. صباح الخير غيدا، كيفك اليوم؟ كيفك؟ ماشي الحال؟ الحمد لله. اليوم حلويات مثل العادي. مثل العادي اليوم عندنا فيجان ستروبري بروسكيتا، ورح نعمل تري ليتشز. تري ليتشز اكيد مكسيكيه، وبتعني ثلاث انواع من الحليب، كيك كثير طيب وشهي ووصفته كثير سهله، فمطلوبه كمان من الفانز، بقول لهم انطرونا وتابعوها بادق التفاصيل. اكيد اكيد مثل العاده رح يتابعوك شيف فيصل بعدد من الوقفات اليوم بخلال عالم صباح، بالاضافه لمحطاتنا العديده اليوم. خلينا نشوف شو هي بهالبريفيو. بحلقه اليوم من عالم الصباح منتابع الابراج مع كارمن، على يوتيوب النشيد الوطني اللبناني من استراليا مع جون، الموسيقى الكلاسيكيه وارتباطها بذكرياتنا وايامنا الحزينه على غير موجه كمان مع جون، وبخصوص الجمال فحص البشره باحدث المعدات بانستيتيوت جين نصار، التخلص من الضغوطات عبر الرياضه ب 1 2 3 مع هبه، ضيوفنا من قسم الشباب بالصليب الاحمر اللبناني بيعرفونا على مهرجان السلام 2013، جيل الشباب ودوره التطوعي بجيل توب مع جون، ورشه ملح مع الشيف فيصل على كوكونات مانجو كيك. فإذا تعرفتوا على محطاتنا مثل العادة بعالم صباح، إن يوم الأحد بيكون مختلف ومميز عن بقية أيام الأسبوع، إنما دائما بداية عالم صباح مثل كل يوم مع كارمن والأبراج. صباحكم بالخير. يوم الأحد 18 أب أغسطس، اليوم القمر بعده مرافقنا برج ترابي من برج الجدي، الجو بعده جيد للأبراج الترابية الجدي العذراء وأيضا لمواليد برج الثور. كيف رح بيكون نهارنا؟ بنبدأ مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، الأجندة عندك طويلة مهمة، لكن الحظوظ عندك كتير مهمة أيضا، فبالتالي ما تترك هالنهار المهم يمرق على الفاضي. اليوم تقدر توصل إلى إنجاز وإلى فعلا هدف كتير كبير. بيبقى المولود الأنشط والأوفر حظا 15 16 17 نيسان أبريل. بننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور الحظ بعده لجانبك، تحرك اليوم، ما تأجل شيء مهم لليومين المقبلين لأنهم صعبين شوي. اليوم في إيجابيات، الظروف حلوة بتخليك توصل أسرع وبطريقة أفضل، النتائج اللي بتحصل عليها اليوم أيضا أفضل من اليومين المقبلين. الأكثر تعبا مولود 5 6 7 أيار مايو. ننتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء حاول تسير أكثر، معروف أنت بخفة دمك، قديش أنت إنسان مهضوم، قديش عندك سكسي وقدي بيمشي حالك مع الكل. اليوم ضروري مولود برج الجوزاء تمشي حالك مع الكل وتفرجي قديش أنت شخص عندك روح رياضية وبتقدر تتكيف مع مختلف الظروف، فحاول أنك ما تقصر من هالناحية. بيبقى الأكثر حظا مولود 23 ل 26 أيار مايو.
بننتقل لبرج السرطان. مولود برج السرطان بدك تاخذ وتعطي اكثر اليوم، لانه في شخص يمكن بيعند بوجهك عنيد، او انت يمكن تعند، وبالتالي بيصير في مواجهه، بيصير في خلاف، ويمكن يصير في جدال. بعد عن المشاكل اليوم كليا، وحاول توصل الى نهايه جيده وحلوه باي اتفاق حابب تعمله. الجو اليوم يمكن بيستفزك شوي، فعد للعشره. الاكثر عرضه للتحديات هو مولود 15 ل 20 تموز يوليو. ننتقل لبرج الاسد. مولود برج الاسد اهتماماتك عديده اليوم، او شغله وحده اليوم هي اهم شيء على الاجنده عندك، بتشغلك كل نهار وبتخليك تشعر بتعب، بتحس انه ظهرك عم بيوجعك، لازم تقعد، لازم ترتاح وتريح حالك، لكن الجو اليوم متطلب كثير مهم وكثير ايجابي، وبعض مواليد برج الاسد يمكن يستلموا عمل جديد. جميع الاحوال ايضا نهار مهم، توقيته مهم لحتى تهتم بامورك الصحيه والجسديه. يبقى المولود الأكثر نشاطاً مولود 10 ل 16 آب أغسطس. ننتقل لبرج العذراء. مولود برج العذراء نهارك اليوم إيجابي، نهارك حلو، نهار مطمئن، بيسمح لك أنه فعلاً تسترجع أو تعوض عن تأخير أو عن تعب أو تراجع. مولود برج العذراء انتبه لصحة واستقرار علاقاتك واهتماماتك العائلية والرومانسية. بيبقى المولود الأوفر حظا 1 2 3 أيلول سبتمبر. بنكمل مع برج الميزان. مولود برج الميزان حلو إنه تخلي الناس تقرب منك أكثر، سواء جسديا يجوا لعندك على المكتب، أو تستقبلهم ببيتك، أو حتى يقدروا يتفهموك. لذلك مطلوب منك اليوم إنه تبعد هالفكرة السوداء عنك، وتحاول إنه فعلا تفتح الأبواب لتستقبل أشخاص جديد بحياتك. بعد عن المشاكل، نهار جيد لحتى تهتم ببيتك، بمنزلك، وبأحبائك. الأكثر انفعالا 5-6 أكتوبر تشرين الأول. بننتقل لبرج العقرب. مولود برج العقرب ذكي، نشيط، اليوم بتقدر تتحرك على عدة محاور. اليوم نهاره فعلا لمولود برج العقرب ديناميكي، مثمر ومفيد. بيبقى عليك انت كيف توظف هالطاقات اللي عندك اياها والحظوظ الموجودة اليوم. فقط انتبه لنبرة صوتك ولنوعية كلامك. بيبقى الأوفر حظا 2-3-4 تشرين الثاني نوفمبر. ننتقل لبرج القوس. مولود برج القوس الظروف بعدها كتير حلوة، ماشي مقلع ومنطلق بإيجابيات. اليوم هو من الأيام المعقولة تحمل ربح، خبر، ترقية، تقدم أو انفراج. مولود برج القوس بعتبر هيدا نهار مربح بالنسبة لك، بيدخل لك ربح، وانتبه أيضا من أي مصروف معقولة يطلع منك. إذا حابب تستثمر برحلة، أو يمكن حتى بالعودة لمقاعد الدراسة، فقط عمول حساباتك. الأكثر حظا مولود 17 ل 20 كانون الأول ديسمبر. نوصل لبرج الجدي. مولود برج الجدي القمر ببرجك، الجو داعم بالنسبة لك، ما في عتب عليك إذا ما خلصت، لكن مفروض اليوم مولود برج الجدي يقدم أفضل إنجاز، ما في حدا أسرع منك اليوم. اهتماماتك عادية متنوعة، إدارية متشعبة، فيها تكون مالية، مصرفية، قانونية، أو حتى استشفائية. المهم مولود برج الجدي اليوم في له جواب، أو هو بيعطي جواب. الأكثر انفعالا 14 ل 17 كانون الثاني يناير. نوصل لبرج الدلو. مولود برج الدلو مثل ما قلت لك امبارح، الظروف صعبة، الظروف ضدك، الظروف مش عم بتساعدك، بالعكس تماما، يمكن عم تدفشك لورا. فانتبه، ما تخاطر، ما تجازف، ما تقوم بأي عمل، وما تاخذ أي قرار اليوم. انتبه على صحتك، انتبه على علاقتك، لحتى ما يصير في انفصال أو تسبب لشغلك مشاكل، خاصة إذا كنت من مواليد آخر مواليد برج الدلو. الأوفر حظا نسبيا 25 كانون الثاني يناير. نوصل لآخر الأبراج، برج الحوت. مولود برج الحوت ما حدا قدك اليوم، إذا حابب تستفيد من جمعة، من لقاء، من اجتماع، من سهرة معينة أو غدا، سواء كان هاللقاء اجتماعي أو مهني. الجو اليوم نوعا ما نشيط، ويضلوا أفضل بمئة مرة من اليومين المقبلين، فما تأجل، تحرك اليوم، خلص اليوم، حط إيدك بإيد الآخرين اليوم. الأكثر حظا 1-2-3-4 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم.
بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة لحتى تفكر بحالك مهنيا، لحتى تفكر لبعيد، لحتى تفكر بحالك صحيا. حان الوقت لحتى تحط الأساس لانطلاقة لصفحة جديدة مهنية أو حتى صحية. آب أغسطس ديسمبر كانون الأول ثم نيسان أبريل أفضل الأشهر. إلى اللقاء بكرة مع أبراج جديدة. باي باي. شكرا كارمن، رح نتابع محطاتنا أكيد بعد لحظات. بكون معنا جون على يوتيوب، خليكن معنا.